ولمناقشة ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن رئيس مؤسسة تاور بريدج للاستشارات والعلاقات الدولية الدكتور أحمد عامر. دكتور مرحبا بكم. يعني بعد مفاوضات مضنية توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع بريطانيا، لكن هل ترى في الاتفاق مصلحة للطرفين دكتور؟ تحياتي لكم وتحياتي للقائمين على القناة ومشاهديكم. الأمر صعب جدا أن تجيب على هذا السؤال بنعم أم لا. للأسف الشديد تمر بريطانيا في مرحلة هي الأصعب في تاريخها منذ عقود طويلة. الصراع لا أقول داخل بريطانيا، بل الصراع داخل الحزب الحاكم، داخل حزب المحافظين الحاكم، بل داخل الحكومة التي تدير هذه البلد صراع شديد جدا. والاستقالات في داخل الحكومة، وكما تفضلتم في تقريركم، استقالت الوزير المختص بشؤون قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي نفسه، واستقالت عدد من الوزراء، واستقالت أعداد كبيرة من المحافظين، بالإضافة إلى هجوم شرس من نواب حزب العمال، من نواب الحزب الإسكتلندي، من النواب الأيرلنديين. تريزا ماي تواجه صعوبات بالغة. فالإجابة على أن هذا مفيد لبريطانيا أم غير مفيد لبريطانيا، أنا أتوقع، بل يتوقع كل المحللين والإعلاميين في بريطانيا، أنه لو قدر لبريطانيا أن يكون في استفتاء مرة أخرى سيقول الشعب البريطاني لا للخروج، لا للخروج. ولكن دكتور يعني الاستفتاء قد أجري على موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونال نسبة ولو كانت يعني ضئيلة نوعا ما فوق 50% بدرجة أو بدرجتين. لماذا الآن الشعب البريطاني هو غير موافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ ما الأسباب التي تقف وراء ذلك؟ هذا سؤال وجيه جدا. الشعب البريطاني يرى أنه خدع من قبل المجموعة التي روجت للخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذه المجموعة عندما نرى ماذا قدمت للشعب في هذه المرحلة، قدمت صورة عنصرية شديدة اليمينية، أننا بريطانيا وبريطانيا فقط، أو العمل في بريطانيا للبريطانيين، الجدال الاسترديني للبريطانيين. هذه اللغة التي كانت فيها شيء من عنصرية ضد الأوروبيين الذين يعملون في بريطانيا ويتقاضون رواتب كبيرة، توقع عدد كبير من الشعب أن هذا فعلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعيد الوظائف للبريطانيين. لكن الواقع أن خبريات الشركات الأوروبية والعالمية تركت بريطانيا. طيب. انهارت سوق الوظائف، انهارت جنال الاسترديني، وضع البلد تتدهور. دكتور، الاتفاق كما ذكرتم يعني ترك انقساما واضحا ربما في بريطانيا حول بنود عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن هل نتوقع في المستقبل القريب أن ينسحب هذا الانقسام على دول من الاتحاد الأوروبي؟ أنا لا أتوقع ذلك. كل ما ممكن يحدث، وهذا حديث يدار داخل أرواقات الاتحاد الأوروبي، لذلك الدول في الاتحاد الأوروبي تحاول تتشدد جدا مع بريطانيا حتى لا يحدث هذا من دول أخرى. طبعا بريطانيا دولة قوية في الاتحاد الأوروبي، ليست دولة ضعيفة. لن تنهار بريطانيا غدا برغم انهيار الجنرال الاسترديني لدرجة كبيرة، والاقتصاد البريطاني والواقع السياسي والبرلماني البريطاني، لكن ستبقى بريطانيا دولة قوية برغم هذا كله. لكن هل تستطيع دولة أخرى في داخل الاتحاد الأوروبي أن تقوم بالدور الذي قامت به بريطانيا؟ أنا لا أتوقع ذلك. طيب. وإن كان اليمين المتطرف يتقدم وبقوة في أغلب بلاد أوروبا. طيب، هنا دكتور، زعيم حزب العمال جيرمي كوربن وصف المفاوضات بالمخزية، وأيضا أبدى رفضه لمسودة الاتفاق. ما الذي كانت تريده المعارضة تحديدا حتى تقبل بهذا الاتفاق؟ طبعا هذا الاتفاق صاغته تريزا ماي والفريق الذي معها على طول مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وهي كما قالت هذا أفضل ما يمكن أن أصل إليه. مما لا شك أن حزب العمال والإسكتلنديين وآخرين، وأيضا الأيرلنديين وآخرين في داخل البرلمان البريطاني، حتى جزء كبير من حزب المحافظ، كانوا يروا أن هي تسرعت وتسرعت كثيرا في اتخاذ خطوات من جانبها هي. بينما حزب العمال كان يطرح صور أفضل من ذلك على المستوى الاقتصاد، على مستوى الوظائف، على مستوى العاملين، على مستوى الحدود، على مستويات كثيرة جدا.
في نقطة جوهرية نعم هامة جدا. نعم قبل أن نناقش كل ما يمكن أن يقدمه حزب العمال أو الاسكتلنديين أو غيرهم، الجميع كان يريد أن يسقط تريزا ماي، يسقط الحكومة ويسقط تريزا ماي، وهذا ممكن يتم لا زال، لأن الصراع في داخل البرلمان لا زال صراع قوي، وكل يوم تزداد الأعداد التي هي ضد نعم دكتور الوزراء تريزا ماي. من لندن رئيس مؤسسة تاور بريدج للاستشارات والعلاقات الدولية الدكتور أحمد عامر، شكرا جزيلا لكم.